السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد بالأمس عدد من اللقاءات مع رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية على هامش انعقاد القمة العربية 33 بالبحرين. التقى سيادة الرئيس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. كمان سيادة الرئيس السيسي التقى بالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر. التفاصيل في التقرير اللي جاي. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عددا من اللقاءات مع رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية على هامش انعقاد القمة العربية 33 بالبحرين، حيث التقى الرئيس السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبيهما نحو الاستقرار والتنمية. كما ناقش الاجتماع الوضع في قطاع غزة والظرف الكارثي الذي يواجهه سكان القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن 7 أشهر والذي يتفقم في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. خلال الاجتماع أكد الرئيسان ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، وما يسهم به هذا الزخم من ربط مصالح البلدين وتعظيم الفوائد المشتركة، فضلاً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة. أيضاً التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على هامش أعمال القمة العربية في البحرين. خلال اللقاء أكد الرئيس تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن مع دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة في اليمن سياسياً وتأكيد موقف مصر الثابت الداعم للشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين. خلال اللقاء أكد الرئيس على دعم مصر للقيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط وتقدير مصر لجهود السلطة الفلسطينية لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة. أيضاً التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلا. خلال اللقاء أكد الرئيسان عمق العلاقات المصرية الجيبوتية وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والوصول به إلى آفاق أرحب بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين خاصة على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.